مساء الخير يا شباب. تريكات النهاردة ازاي تبعت فويس كول او مكالمة مسجلة لأي رقم ببرايفت نمبر او برقم امريكي. في ناس هتستخدم الطريقة دي في شغلها وده اللي اتمناه يعني، وفي ناس هتستخدم الطريقة دي انها تهزر مع اصحابها، مفيش مشكلة برضه بيس، لكن اتمنى ان الطريقة دي ما يسوقش استخدام. فبسم الله نبدأ. اول حاجة ننزل برنامج سايفون، هتلاقي لينك تنزيله في الكومنتات. ده برنامج في بي ان بالمناسبة، هتختار يونايتد ستيتس من تحت هنا كده وتتك على كونكت. تمام، تدخل على موقع كليك سند، انا عملت اكونت عليه عشان وقت الفيديو، لكن في حالتك هتملى البيانات دي. اول خانه هتحط اسمك بالكامل، تاني خانه هتحط البيزنس ايميل، لو ما تعرفش يعني ايه البيزنس ايميل هتدخل على موقع ايميل اون ديسك هيديك بيزنس ايميل في ثواني. الخانه الرابعه هتحط الكومباني، هتحط اسمك واسم الشهره مثلا. الخانه الرابعه هتحط رقمك، بالمناسبه انا عندي المنشور المثبت على الفيسبوك برنامج ارقام ممكن تستخدمه. اليوزر نيم هتلاقي الدايركت بتاع البيزنس ايميل، حط الباسورد، حل الكباتشا، هتدوس على ستارت سند، هيجي لك كود مكون من 4 ارقام على الموبايل هتحطه هيفتح معاك. حالتي انا هدوس على لوج ان عشان انا عملت اكونت اساسا، ساين ان. وعندي هنا في البالانس 16 سنت، لكن هو في العادي بيديك 20 دولار، قصدي 2 دولار، 20 دولار يا حد الحداد بتحدد في كتاكيت. هتدوس على الفويس، وبعدين كويك فويس، بعدين تحط رمز الدولة بتاعك ورقمك، تمام، بعدين تدوس انتر. اللانجوج مفيش عربي فتضطر انك انت تختار انجليش. الفويس ذكر او انثى، طبعا ذكر، ناس محترمه، هنكتب اي حاجه، تمام، وناخد الكلام ده ننسخه كام مره كده، تمام، بعدين نتك سند ناو. طيب بيقول لك التكلفه ورصيدك دلوقتي، تمام، قول له سند. بيقول لك الفويس كول بتاعتك كده توصيل. انا مش عارف بصراحه الفيديو لو طول هقفله عشان المكالمه يعني، هو عامل كويس زي ما انت شايف كده. مش عارف سمعت ولا لا، بس هو جاب لي الفويس كول زي ما قلت لك. اتمنى انك تستخدم الطريقه دي في شغلك او في هزار بين صحابك، ما تسوقش استخدام. سلام.